بسم الله الرحمن الرحيم. انا اكمل الباجوري من جمهوريه مصر العربيه، فنان تشكيلي، وتم اختياري من منظمه اتحاد فنانين تشكيليين المغاربه، اتحاد الفنانين التشكيليين المغاربه، لاكون حكم على الفن اللي انا بشوفه، وكذلك الفنانه الروسيه اريسلوفا. وانا الحقيقه شفت اعمال كثيره كانت كلها ممتازه، لكن عجبني جدا لا اقدر اديها المرتبه الاولى عادل ويحيى، هذه اللوحة، والمرتبة الثانية للأحسن أجدور، وفي لوحة ثالثة موجودة اللي حكمت فيها الفنانة الروسية أريسلوفا. قيم تاعكم لهذه المسابقة؟ المسابقة كلها أكثر من رائعة، وفيها المشاركة اللي ترفع من روح الشباب المعنوية والفنية، واهتمام كتير من المقدمين بدوع المسابقة للشباب الفنانين الحاليين. كيفاش راكي تشوفوا فدار المبادره تاع اتحاد الفنانين التشكيليين المغاربه اللي دعمت الطاقات الشابه؟ في الحقيقه انا شايف ان بيبذلوا في شخص عبد الرزاق الساخر الفنان الدولي. في الحقيقه انا شايف الاستاذ عبد الرزاق الساخر الفنان الدولي والاستاذ العالمي بيبذلوا مجهود اكتر من الطبيعي في سبيل نهضه النهوض بالفن عند الشباب، مهتمين جدا بالشباب وبيهتموا بيهم وبفنهم وبيقدموا لهم كل الخير، ربنا يوفقهم هم والشباب بتوعهم. وهذه اسمها المسابقه بتاهيل الفنانين الشباب لملتقى ملتقى الالوان سوس الدولي في نسخته الثانيه. بنتمنى للمهرجان التوفيق وللقائمين عليه التوفيق اكثر واكثر ان شاء الله. معك سعيد لهياك، وشكرا. شكرا.